هالحلقة كتير مهمة، رح نحكي فيها على أنواع الشخصيات بالتعاطي مع الآخرين، كيف ممكن تتعرف على شخصيتك وأسلوبك بالتعاطي، وشو هي شخصية الشخص المقابل أمامك، فأي نوع من الشخصيات أنت، وشو هي نقاط القوة ونقاط الضعف اللي عندك. بهيدا الفيديو رح تعرف بالتفصيل، لكن سريع عنك بس لزر اللايك، اعمل سبسكرايب إذا بعد لهلأ ما عملت. مش عم بفهم ليش، لأن هون مثل ما شايفين نحنا عم نكون مجموعة بتفكر بطريقة مختلفة، بطريقة راديكالية، وعندها مقاربة للأمور بطريقة غير تقليدية. عم بحاول قدم معلومات بطريقة مبسطة إن شاء الله، وهاي المعلومات ما بتلاقوها بأي مكان آخر ولو حتى بكورس مدفوع. وأنا بعرف إنه معظمنا بيبحث عادة باليوتيوب عن محتوى للترفيه، وهيدا أمر طبيعي، لكن أيضا إذا الواحد حابب يغير من نفسه ويثور على وضعه المادي والاجتماعي وحتى النفسي ويحقق هدف كبير هو بيطمح له، لابد أنه يكون بجعبته أدوات فعالة بيقدر يستخدمها بأي لحظة هو بحاجة ليستخدمها، حتى يرتقي بنفسه وبتفكيره أكثر، ويقدر يعلي راسه بين المجتمع حواليه، بيكون مثل منارة للدائرة يلي حواليه. ممكن معلومة واحدة أو أداة واحدة تأثر فيك وتغير لك حياتك بشكل عام وطريقة تعاطيك مع الآخرين، وبهالطريقة إن شاء الله بتكون أنت شعلة تقدر تنور فيها من مكانك المجتمع يلي حواليك، وبتكون انت وسيلة تغيير نحو الافضل. واذا كل واحد فينا بمكانه كان فعلا شعلي، ساعتها نحن كمجموعة قادرين نحدث تغيير الى الافضل باذن الله. هو هدف كبير؟ ايه هدف كبير. هو هدف طموح؟ طبعا هدف طموح، لكن هل نستطيع تحقيقه؟ شخص واحد ما بيقدر يغير كل شيء، لكن نحن كمجموعة بإذن الله فعلا قادرين نغير. طولت عليكم بهالمقدمة، المهم جاهزين نبلش بهذا الفيديو؟ يلا نبلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم محمد عيتاني. عادة شخصية الإنسان بالتعاطي مع الآخرين تقسم إلى ثلاث أنواع، كل نوع له نقاط ضعفه وله نقاط قوته، وما في نوع إجمالا أهم من الآخر. هي شخصيتك وطريقتك بالتعامل مع الآخرين اتكونت بمراحل كتير بحياتك، من خلال طفولتك، من خلال دراستك، مجتمعك، تجاربك الشخصية وعوامل كتير أخرى. بمعرفتك لشو هو نوع شخصيتك وشو هو نوع شخصية الشخص المقابل، تقدر من خلالها تعرف كيف تستخدم نقاط القوة يلي عندك ونقاط الضعف يلي عنده حتى تعدل من طريقة الحوار، ومن ثم تقود الحوار لصالحك، لأنه معرفتك وتعاملك مع شخصية الشخص المقابل هي مفتاح لحتى تنجح بإقناعه بالأمر يلي أنت بدك إيه. أما بالعكس، إذا ما تعرف شو هي شخصية الشخص المقابل رح تواجه صعوبات كتيرة، لأنه مثل ما حنشوف بعد شوي كل شخصية بتنظر للأمور بمنظورها الخاص. شو هني هالثلاث أنواع؟ هالثلاث أنواع حنذكرهم أول شيء بعدين منفصلهم. النوع الأول هو الشخص المحلل، النوع الثاني هو الشخص الوفاقي، النوع الثالث هو الشخص المسيطر. كل نوع مثل ما ذكرنا إلى حسناته وإلى سيئاته، وحتى تكون مفاوض بارع لازم تعرف نقاط قوة كل شخصية. فخلينا نشرح بالتفصيل ميزات وسيئات كل شخصية. أولا الشخص المحلل، المحلل هو شخص منهجي وسيستماتيكي، عادة ما بيكون مستعجل، هادئ، يؤمن أنه طالما الحوار عم بيوصل لنتيجة سيستماتيكية فياخد الوقت يلي بده إياه، ما بهمه قديش عم بياخد وقت الحوار لينجز المهمة بطريقة بيرفكت أو ممتازة. حذر جدا من ارتكاب الأخطاء، شعاره as much as it takes to make it right. المحلل عادة ما بحب يشتغل ضمن مجموعة، لأنه بيعتبر أنه هالمجموعة عم بتشتت له
على أفكاره وبتشوش على طريقة تفكيره. المحلل نادرا ما يعبر عن مشاعره، فعلا بتحس وجهه هيك ناشف أو شقف واحدة مثل ما بيقولوا. عادة صوت بيكون منخفض جدا وهادئ ومتزن، لكن بطريقة الكلام بتحسه بيحكي بطريقة باردي وبعيدي، وهالشي ممكن يخلق مشكلة مع الشخص المقابل بدون ما ينتبه المحلل لهالأمر، لأنه الشخص المقابل ممكن يعتبر أنه هيدا المحلل عم بيعامله بطريقة كتير رسمية وناشفة، وبفكر أنه ممكن يكون زعلان منه. المحلل نقطة قوته وبيفتخر بهالشي انه لا يغفل عن اي تفصيل حتى لو كان صغير. المحلل مستعد يعمل بحث اسبوعين عنك ولا انه يسألك عن معلومة بطريقة مباشرة او يتفاجأ فيها. المحلل بيكره المفاجآت. اذا كان بدك تهز توازن السياق الكلامي للمحلل، فاجئه بمعلومة هو ما بيعرفها. المحلل يبرع بإيجاد الحلول الخلاقة لمشاكل لم يخطر ببالك حلها. المحلل شخص عادل جدا وبينظر للشخص المقابل بطريقة مساوية. لو مين ما كان الشخص المقابل أمامه لح ينظر له بطريقة مساوية. المحلل شخص حساس جدا لمبدأ التبادل أو الريسيبروسيتي، يعني إذا بيعطيك شيء بده يتوقع منك شيء بالمقابل. المحلل ما بينوعد بأي أمر، إذا وعدته بدك توفي بوعدك، لأنه ما بينسى ولح يفقد الثقة فيك إذا أنت وعدته وما وفيت بوعدك. بخلال الحوار أي عرض منك ما تتوقع عرض مقابل بسرعة، لأنه بالنسبة لهيدا المحلل أي عرض جديد هو بمثابة معلومة جديدة هو بحاجة لأنه يفكر فيها ويحللها. الشخص المحلل بشكل عام مشكك لكل شيء حواليه، ففي بداية الحوار مع شخص محلل نصيحة: خفف من الأسئلة المباشرة، لأن مش حيجاوب عليها قبل ما يفهم السيتويشن أو الوضع يلي هو محطوط فيه. خليك صادق مع المحلل، لأنه إذا كمش عليك غلطة يا ويلك. وأيضا كون مقتضب الكلام مع المحلل، لأنه كثرة الكلام تعني للمحلل كثرة التفكير، وبيعتبر المعلومات الغير مهمة أو المعلومات التي لا تتعلق بالموضوع اللي عم تحكوا فيه هي garbage information، أي معلومات لا قيمة لها وهي معلومات عم بتضيع له وقته. استخدم الأرقام الدقيقة أو solid facts مع المحلل، لأن المحلل يعشق الأرقام وبيعشق الثوابت. السكوت خلال الحوار بالنسبة للمحلل هي فرصة مهمة جدا للتفكير، فنصيحة: أكثر من الصمت خلال الحوار أمام الشخص المحلل، لأن لما يسكت المحلل ما بيكون زعلان منك، مع أنه وجهه مثل ما حكينا قبل مبين عليه هيك، وأكيد ما بيكون قصده يعطيك المجال لتحكي أكثر. وإذا بخلال الحوار شفت أنه مش عم بيشوف للأمور بمنظورك أنت، أعطيه مجال أكثر ليفكر، لأنه المحلل شخصية عادلة، وإذا حلل الموضوع ولا أنه طرحك هو عادل للطرفين غالبا لح يقتنع معك لحاله. الاعتذار أو كلمة آسف ما له أي أهمية للشخص المحلل، لأن بيشوف المشكلة اللي عم تتحاوروا فيها ما إلها أي علاقة بشخصك أنت أو بشخصيتك أنت، يعني المشكلة لا تؤثر أبدا على علاقتك الشخصية مع المحلل. الليبلينج أو تسمية المشاعر هي أداة مهمة جدا لتستعملها مع المحلل، والمحلل ما بيتجاوب دغري مع السؤال الموجه أو الأسئلة يلي جوابها نعم. هلأ إذا عرفت حالك كمحلل، أهم خدمة ممكن تقدمها لنفسك إنك تبتسم. الابتسامة بتكسر الوجه الجامد يلي عادة عندك كمحلل، وبتريح الشخص المقابل أمامك، وخاصة ابتسم لما حدا يفاجئك بمعلومة جديدة، لأنه أنت كشخص شفاف رح يبين على وجهك دغري المفاجأة. هلأ بننتقل للشخصية الثانية
الشخصية الثانية مثل ما حكينا هي الشخص الوفاقي أو التوافقي. أهم أمر بالنسبة لهالشخصية هي أخذ الوقت لتقوية العلاقة مع الشخصية المقابل. الشخص الوفاقي يؤمن أنه طول ما الحديث عم بدور بين الطرفين بهالطريقة العلاقة لح تكون أقوى، وهيك الحل آت لا محالة. فبنظره طول ما في تواصل مع الشخص المقابل هو إنسان سعيد جدا. وأكيد الشخص الوفاقي هدفه أنه الشخص اللي أمامه يكون كمان إنسان سعيد جدا. فالشخص الوفاقي بحب الوين وين سيتويشن. من الأنواع الثلاثة، الشخص الوفاقي أو الشخصية التوافقية هي أكثر شخصية بتبني علاقة ممتازة وعلاقة صداقة مع الشخص المقابل. فما عندهم أي أهمية أنه يحققوا أي مشكلة أو يتوجهوا لأي مشكلة بالوقت الحاضر. أهم شيء بالنسبة لألون هو العلاقة، لأن مثل ما ذكرنا العلاقة القوية بالنسبة للشخص الوفاقي هي هدف وهي مفتاح لحل أي مشكلة محتملة. فهو بيطمح لأنه يبقى على علاقة ممتازة مع الشخص المقابل ولو حتى ما وصلنا لنتيجة أو ما وصلنا لحل للمشكلة اللي نحن فيها. من السهل جدا انك تحكي مع الشخص الوفاقي، لان مثل ما حكينا شخصية مرحة جدا، وعادة ما بيكون صوت جميل جدا للسمع، وحتى ممكن يكون صوت مناسب جدا للغناء. هلأ المشكلة بهيدي الشخصية ان تنظر للشخص المقابل مش بطريقة مساوية، تنظر للشخص المقابل بطريقة دونية، يعني دايما بتشوف الشخص المقابل أمامه أحسن منه أو أعلى منه لو مين ما كان هيدا الشخص اللي أمامه. إذا كان الشخص اللي قدامك شخص اجتماعي جدا، متفائل ويكثر في الكلام، ومشتت وسيء جدا في الالتزام بالمواعيد، فأنت على الأرجح عم تحكي مع شخص وفاقي. كون لطيف جدا وقريب للقلب مع هيدي الشخصية، اسمع لأفكارهم وحاول استخدام السؤال الموجه مع هيدي الشخصية، لأنه هي فعلا أكثر أداة بتنفع مع الشخص الوفاقي. وحاول قدر الإمكان أنك تطبق أقوالهم إلى أفعال، لأنه عندهم كتير شيء اسمه wishful thinking. الشخص الوفاقي ميال جدا لمبدأ الreciprocity أو التبادل، هو عادة ما يبادر بالإعطاء. من المرجح أنه الشخص الوفاقي يكون وعدك بأمر ما قدر يحققه، لأنه بشكل عام هو شخص متفائل ونيته فعلا أنه يكون كان أنه يحقق لك الهدف أو يحقق لك الوعد، وكانت نيته سليمة بوقتها، لكن تفاؤله وعدم قدرته على التخطيط السليم هو يلي أخلف معك بالوعد. فالشخص الوفاقي لا يحضر عادة بطريقة جيدة، وسيء جدا مع الأرقام الدقيقة، لأنه بيعتبروا هيدا كله تفاصيل غير مهمة، والمهم عندهم مثل ما حكينا العلاقة الممتازة. بيعشقوا شيء اسمه مفاوضات وكثرة الكلام، ولأنهم شخصية فرندلي صعب جدا أنك تستخرج الاعتراض للمشكلة يلي عندهم إياها، لأن ممكن جدا يتعرفوا على مشكلة محتملة أمامهم ولا يبحثوا عن حل لها على أمل أنه تنحل حالها بالمستقبل، أو خوفا من تخريب العلاقة مع الشخص المقابل. إذا كنت شخص وفاقي التزم بمبدأ أنك شخص محبوب، فهيدي نقطة قوتك، ولكن لا تتخلى عن حقك بالاعتراض، مش بس لأنه النوعين الآخرين بحاجة لأنه يسمعوا اعتراضك، بل حتى إذا كنت عم تحكي مع شخص وفاقي أمامك حيرحب جدا باعتراضك ويكون معك فرندلي أكتر. انتبه من كثرة الكلام، خاصة إذا كان الشخص اللي أمامك من نوعية المحلل. وحتى لو كنت عم تحكي مع شخص وفاقي أمامك، إذا أنتوا اتنيناتكم أكثرتوا من الكلام مش هتتوجهوا إلى المشكلة من الأساس. هلأ خلينا ننتقل للشخصية الثالثة، وهي شخصية المسيطر. المسيطر بيعتقد أنه عامل الوقت هو أهم عامل بالنسبة له، فأنت كل دقيقة عم بتضيعها معه هي عم بتضيع مكسب محتمل بالنسبة له. المهم عنده قديش ممكن تخلص بأسرع وقت ممكن. بالنسبة للشخص المسيطر، حل المشكلة بطريقة ممتازة أو بيرفكت غير مهم أبدا، المهم أنها تنحل بأسرع وقت. الشخص المسيطر هو شخص
ناري عصبي، بحب الربح أهم من كل شيء ولو كان على حساب الآخرين. المسيطر ينظر إلى الشخص المقابل بطريقة فوقية، طريقة كلامه عادة بتبين عدائية وقوية، وهن عادة لا يهمهم العلاقة مع الشخص المقابل. نظرتهم للمعاملات التجارية أو البزنس ديل هي مبنية على مبدأ الاحترام فقط. أهم أمر بالنسبة للشخص المسيطر إنه بده ينسمع، أو بده الشخص اللي أمامه إنه يسمعه، وهو مش حيقدر يسمعك إذا ما تأكد إنك سمعته وفهمت موقفه شو هو، لأنه هو بده يبادر بالكلام. الشخص المسيطر بركز على أهدافه الشخصية وعادة بيأمر بالكلام وقليل ما يسأل أو يطلب. لما تتعامل مع شخص مسيطر من المهم جدا أنه تتركه يحكي وتسمع شو عم بيقول، لأنه مثل ما قلنا أول ما يعرفه أنه أنت سمعت لوجهة نظرهم ساعتها بس رح يسمعوا لوجهة نظرك. بالنسبة للشخص المسيطر الصمت هو فرصة ذهبية للكلام، فإذا صار في صمت بخلال الحوار هو رح يكون المبادر للكلام. أهم أداة تستخدمها أمام الشخص المسيطر هي الميرورينج أو المحاكاة. أعطيه ميرور واتركه يحكي، ومن ثم ليبل المعلومات اللي أعطاك إياها حتى تسمع منه كلمة صحيح أو بالضبط. لما نحكي عن مبدأ الريسيبروسيتي أو التبادل، هيدا الشخص من نوع أنه بيعطيك سنتيمتر وبيتوقع أنه ياخد منك كيلومتر. هاي الشخص بيعتبر انه بيستاهل شو ما اخذ منك، ومنه مضطر انه يعطيك شيء بالمقابل. واذا حطيت الشخص المسيطر بوضع انه عطاك شيء او بادر ليعطيك، اتأكد انه عم بيعد الثواني لتعطيه شيء بالمقابل. اذا عرفت نفسك كشخص مسيطر، انتبه من طبقة صوتك، لانه عادة ما بيكون قصدك انك تبين قاسي، لكن طبقة صوتك أو نبرة صوتك هي اللي بتبين هيك. استخدم الأسئلة الموجهة والليبلينج، لأنه هيك بتبين كشخصية فرندلي أكتر مع الشخص المقابل. إذن هولي كانوا هني ثلاث أنواع، وشفنا أنه كيف كل شخص بينظر للأمور بمنظور مختلف. مثلا بمفهوم الوقت، كل شخصية عندها الوقت له مفهوم مختلف عن الآخر. فعند الشخص المحلل الوقت يعني التحضير، وعند الشخص الوفاقي الوقت يعني الصداقة، وعند الشخص المسيطر الوقت يعني المكسب أو المال. ومثل ما لاحظنا كمان كل شخصية عندها تفسير مختلف للسكوت. بالنسبة للمحلل السكوت يعني فرصة للتفكير، وبالنسبة للشخص الوفاقي السكوت يعني بالنسبة له الغضب وانقطاع الحوار. وبالنسبة للشخص المسيطر السكوت هي فرصة أكثر للكلام. فانتبه مع أي شخص عم تحكي. مثلا أسوأ مثال ممكن أعطيه، لما الشخص المحلل يسكت ليفكر ويكون أمامه شخص مسيطر فيفكر هيدا الشخص المسيطر إنه هاي فرصة لإله ليحكي أكثر، فالشخص المحلل بيعتبر انه عم يجي too much garbage information، فبيكون الشخص المحلل اكتر شيء بده يعمله انه يصرخ ويقول له ارجوك اصمت. المشكلة انه كل شخص منا بيعتقد انه هو عم بفكر بالطريقة الصحيحة، وانه الشخصيتين التانيين عم بفكروا بطريقة مختلفة، وطبعا هالشي غير صحيح. مع انه الواحد ممكن يتفهم انه النفس البشرية بتعتبر انه I am normal وكل الباقي غير طبيعي، لكن مثل ما حكينا لازم تعرف انه في ثلاث انواع شخصيات عامة. يعني نسبة انك تلاقي شخص مختلف عنك هي نسبة 66%. فمن المهم جدا انك تتعرف على نوع الشخص المقابل وتتصرف معه بناء على نقاط القوة يلي عنده ونقاط الضعف يلي عنده. نصيحة، حتى تكون بارع كون نفسك وتصرف وفقا لشخصيتك،
لكن حتى تكون مقنع ممتاز، السر انك تستعير صفات من شخصيات اخرى وتستعملها حسب الحوار لشو محتاج. القاعدة الذهبية انه ما تعامل الشخص المقابل بالطريقة اللي انت بدك اياها، لازم تتعامل معهم بالطريقة اللي هني بحاجة انه يعاملوا بها. اللي هل قدرت تتعرف على اي شخصية انت؟ فاذا فعلا قدرت تتعرف اترك لي بالتعليقات اي شخصية انت وشو بتحس اهم نقاط قوتك واكثر نقاط ضعفك. لهون بنكون وصلنا لنهاية هيدا الفيديو. بتصور كان هيدا فيديو اطول شوي من غيره، بس بتمنى انكم تكونوا لقيتوا شيء فعلا استفدتوا منه. ما تنسونا من صالح دعائكم، ومن هلأ للفيديو القادم انا بشوفكم وبقلكم سلام.